انا فهاد السيده راه ختنا اخويا، راه ختنا كي راه ختنا اخويا كابره معانا مده واحد 16 عام تسكن حدايا انا في المكان تاع، وجات سكنات دابا هنا مده واحد 4 سنين. الله يجازيكم بخير اخويا، راه هما كاع الدريات هادو راه خواتاتنا كلهم هاد الدريات هادو، هاد الدريه ما بغينا هاد الدار. هضر يا اختي، السلام عليكم خويا. انا الدريه ما كنعرفهاش، والدريات كلهم خواتاتي، هادشي كثر ما بغينا نعرفوا هاد الناس اش بغاو من المراه المغربيه. ولينا كنسمعوا كتقتل كتكريس، ما كاين حتى شي حق للمراه. خرجت مع الطلا كيقول لك هي اللي ما مزياناش، خرجت مع الصباح كيقول لك هي اللي ما مزياناش، واش بزاف ولا الاغتصاب ولا القتل ولا الشفره ولا ما بقاتش المحنه بزاف. وملي كتمشي للمخزن كيقول لك وتسناي تكريسيتي تسناي، قتل لك خوك تسناي، قتل لك اختك تسناي، بنتك بحال هادي خارجه قدامه حق علاش تخرجها تخدم. راه بزاف هاد الشيء، راه بغينا شي حل، ماشي بغينا في هذا شديتو صافي حقا شديتو صافي، راه مابقاتش في شديتو، راه بقات في طبق شي حاجه باش واحد اخر ما يديرش بحالو. واش كيخسروا لنا انهم كيمشيو يمثلوا الجريمه وصافي. شكرا. كما تتابعون مباشره من حي المكانسه بالدار البيضاء، هذا هو المنطقه اللي تقطن بها هذيك الضحيه حنان كمال، حنان كمال اللي توفات عاود تم العثور على الجثه ديالها بمنطقه حي الفرح بالدار البيضاء. راه محروقه اخويا، راه جبت تلاميذ راه ما عرفناهاش، راه تعرف هذا خويا التحاليل ديالها. اش اخويا صاحبي؟ اجي تكلم مع الديلر. تكلم انت الاخ ديالك. تكلمنا على اخر مره شفتي الاخت ديالك. عام وتسع شهر ما بقيت شفتها. اها عام وتسع شهر ما بقيت شفتها، ما بقيت جاتنا على التقرير. كيفاش كانت خارجه ديك النهار؟ عاودنا خارجه باغا تجيب وراء من غادي باغا تكمل المحطه، ما بقاتش رجعات. هادشي اللي وقع اخويا، ما بقاتش رجعات نهائيا. قلبتوا عليها؟ قلبنا عليها، ما خلينا فين قلبنا عليها، كان حابس المجرم، كان حابسها كان حابسها، ودبحها وحرقوا وشعل لي العافيه ولا حبس الشهر. خاصو اعدام، خاصو اعدام، بغينا يتعدم، بغينا يتعدم، ما بغاوش يحرموه يجيبوه لنعدموه. ختنا كانت خدامه معاه، عاش المال علينا.